أصبحت فنزويلا على صفيح ساخن بعدما قاد رئيس البرلمان خوان غوايدو المعترف به كرئيس مؤقت من جانب أكثر من 50 دولة تحركا بدعم بعض العسكريين للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. ودارت مواجهات بين المحتجين وعسكريين موالين لحكومة مادورو بالقرب من قاعدة جوية في العاصمة كاراكاس. وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة يؤكد نظام مادورو أنه سيواجه ما أسماه بالانقلاب العسكري الفاشل، مؤكدا أنه يحظى بالولاء التام من قيادة الجيش. Por Venezuela, por la libertad de Venezuela, por todas las familias venezolanas. Por hoy, por la libertad de nuestro país, por la libertad de nuestros niños, por la libertad que haya comida, por la libertad que no haya delincuencia. ¿Qué? Y amo este país, Venezuela. وتواجه فنزويلا أزمة سياسية واجتماعية تفاقمت في يناير الماضي عندما حلف مادورو اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة فاز بها في انتخابات وصفت بأنها مزورة ولم تشارك بها المعارضة، ما دفع رئيس البرلمان خوان غوايدو لإعلان نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا ونال تأييد عشرات الدول في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.